هذا الكاس، هذا الكاس وهذه الميدالية مش مجرد كاس ولا مجرد ميدالية، هذا شرف. نتمنى لهذا الشرف أنه الناس تقدره. ولد صغير 8 سنوات حصل على المركز الأول في الحساب الذهني هنا في مصر في الغردقة على وجه التحديد، وحصل على الميدالية وعلى هذا الكاس. مش هنا القصة ولا هنا الإعجاز، على قدر الذكاء هذا الذي حصل عليه، وهي مسابقة خارجية. الولد هذا ابن 8 سنوات مخترع، ولما نقول مخترع، مخترع بمعنى الكلمة، يعني مش مجرد تأليف ولا شيء، ومش كذا وبس، حتى اختراعاته يصنع كل شيء فيها، بقايا خشب، بقايا حديد، بقايا دينما، يعني ما يستخدمش حاجة جاهزة ويركبها تركيب. أحمد كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله. حبيبنا يا أحمد، أول شيء اشتي أقول لك شيء، أنت أجمل وأحسن وأذكى وأكثر طفل مبسوط فيه من اللي قابلتهم في حياتي، وأنت رافع رؤوسنا. وأتمنى لك أنك، يعني أنا على قدر ما أنا فخور فيك، على قد ما شيء أروح للناس كلهم أقوله شو له أحمد، هذا ذا كنز. أحمد كيف 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 أول شيء، هذه المسابقة كانت هنا صح؟ أيوه. حصلت على المركز الأول؟ أيوه الحمد لله. يعني أنا مش هذه المسابقة بس، أخذت أكثر من مسابقة، بس هذه أول مسابقة حضورية في الحساب الذهني. أيوه. وأنت صف رابع الآن؟ أيوه. قدك مخترع؟ الحمد لله. أنت اخترع روبوت صح؟ ايوه، اللي هو كان شكل سبايدر. ايوه اللي هو العنكبوت الالي. هذا العنكبوت الالي طبعا كان اول اختراع لي. هو يعني هذا اللي غير حياتي 180 درجه. ما شاء الله، هي حياتك عادك بالبدايه وقدك تحس انه تغيرت. لا، حياتك انت ايش تقول لك شيء، انه حياتك مشرفه ما تغيرتش من لما ولدت وانت كذا واحد عظيم. هذا هو الروبوت صح؟ ايوه. تكلم تفضل. هذا الروبوت أنا لما عملته كان هو يعني أنا أحسن أفضل شيء فيه، يعني كان هو كله كان سهل والهيكل كان بسيط، ولكن الشيء يعني اللي هو صعب وفي نفس الوقت الشيء الرئيسي فيه إنه هو يعني قدرت أحرك 6 أرجل بآلية بسيطة وبدينا ما واحدة وبحركة سلسة جدا. طبعا سر المهنة ما بتقول لناش عليها صح؟ أكيد. يعني كل اختراع وله سر المفحوص هذا الشاطر. وكلها كانت بقايا أشياء، يعني ما استخدمتش حاجة جاهزة، يعني كل إعادة تدوير، كلها ريسايكلينج، ما استخدمتش حاجة يعني غير القطع الإلكترونية اللي هي بس دينامو. هل هي دينامو؟ من اللي قال لك تكون مخترع؟ أبوك ولا أبوك أقنعته إنه أنت تبقى أنا مخترع دعمني؟ انا اللي اعرف انه ابوك مهندس. أيوة، مهندس في اتجاه اخر. أيوة. معماري انا يعني القصه وما فيها هو انه ما حد وجهني الى هناك. يعني انا يعني لما كلمت بابا وماما، هو كان هذا يعني انا مش يعني كلام تلميح وفهموني، وبعدين يعني مثلا رياضه تريضت وكل شيء، وبعدين اختراعات. إذن إيش اختراعات؟ أنا جالس ونتكلم أنا وأبوك، يقول لي إنه يجيب لك مثلاً لعبة تطفش منها ورجعت الاختراع وندريش إيش. طيب يا ابني أنت طفل لازم تلعب ولازم أكيد، بس يعني مش كله. تعرف توازن؟ أيوة، بس إنه اللعب موازن الميزان، لازم تلعب. خلي الميزان مش هكذا هكذا. والله ما شاء الله عليك، انا محتاجك ترتب لي حياتي هنا وتوزنها. في معك اختراعين ثانيين، اخترعت طياره ورادار. لا، حاجه ثانيه كثير كثير غيرها. ايش اخترعت؟ حساس ماء. حساس الماء يعني هو يقيس مستوى الماء داخل الخزان، يعني لو هو مثلا فاضي، يعني لو هو الربع شغل يعني الايدي واحد اللي هو لمبه واحده، ولو هو للنص لمبتين، ولو هو مليان 3 لمبات، ولو فضي يشغل الدينامو عشان يعني تولعه. وهذا طبعا التجربة. هذه التجربة. طيب سؤال يا أحمد، الآن
الآن لو أقول لك تعمل حساس ماء لخزان كبير على نفس الآلية تقدر تعملها عادي صح؟ أيوة بس يحتاج بس لازم إن إحنا نضخم الموضوع يعني نضخمه هو كان هنا هنا تعالوا خلونا من الصور هذه خلونا نتكلم شوية نرجع للصور تعالوا اقطعوا علي شيء يتكلم بهذا الموضوع. هذه البيئة الطاردة الطاردة احنا ما نتكلم عن البيئة احنا نتكلم على بيئة على عدم احتواء لمثل هذه المواهب. ايش اللي يمنع من تبني مثل هذه المواهب؟ انا جلست مع ابوه وامه فجالس اسألهم اقول لهم طيب حد يدي لكم شيء حد يجيب لكم لا مننا يعني مش قادرين تتبنوا لا راس مال ولا سلطات ولا حكومة ايش مطلوب تطفشوه الان هو عمل مشاريع صغيرة زي ما قال لكم هو بحاجة تتضخم يعني بدل ما هي الدينما زي كذا يحتاج عشان يعمل مشاريع كبيرة ولا هو الاختراع جاهز وقائم وعمل عليه تست. طيب ايش المطلوب يطفش ويكره عمره اول ما يبدأ يكبر شوية ينصدم بانه ما فيش حد الدنيا مغلقة قدامه يعني لا درستوا لا دربتوا لا جبتوا له مراكز ابحاث لا جبتوا له شيء وهو غيره طبعا مليان الطفل كل الاطفال يولدوا بموهبه معينه. اول شيء تحيه للوالدين انه اكتشفوا هذه الموهبه ونموها لكن وبقيه الناس بعضهم نموها بعضهم بسبب الاوضاع ما حد اهتم بهم فلتوا. هذا اللي قدامكم قد معه اكثر من شيء ايش اللي بتعملوا له ايش اللي بتتبنوه وانا اتكلم مع الكل هنا ايش بتفعلوا لمثل هذه المواهب. فكره الطياره انت قلت لي اخترع طياره واختفت او شو بعدين اخترعت لها رادار صح او قلت فين بتروح كذا شرح لنا يعني اشرح لك الاثنين مع بعض لكل واحد اللي يعجبك انت اتكلم اللي تشتي. انا لما الرادار انا يعني الرادار لما عملته الرادار هو يعني يكشف اي جسم سواء متحرك أو ثابت أو يعني متحرك بتوازن يعني هو يكشفه ويطلع في البوصلة يعني قريب بعيد حجمه بس يظل الشكل مجهول لأن هذه تجربة أولية وإن شاء الله أخلي اختراعاتي تنطق أوسع ونعرفها. يا أحمد أنت جالس كذا شوفوا هذه الأوراق اللي موجودة انا مش فاهم هذه الشخططه كذا فضاء على اتجاهات على صواريخ على في حاجات حتى مش فاهمها. هذه عملتها امس وهذه عملتها اليوم قبل أيوة. شويه ايش هذا يعني هنا الفضاء وهنا الريح وهنا الاشكال يعني اشياء مختلفه. طيب ايش اللي حفزك لموضوع الاختراعات هذه انت تتابعها من فين تقرا عليها من فين؟ أنا يعني في وقت فراغي يعني لما يعني أنا أكون في وقت فراغي لما يكون ما بش في بالي فكرة أخترع أقرأ كتب أسئلة تشغل بالي يعني حاجات كثير ثانية أشغل أبحث أدور الاختراع جديد أبحث عن القطعة اللي أحتاجها عشان أسوي اختراع الفلاني